ملتقى محمد الجزولي الأول للقصة القصيرة تحت شعار القصة فن إنساني. والقصري والكثافة يعيش على
اعتقاد المفارقات من فرد متقن بأمور يومية في القرن العشرين وما بعده. وعلى هذا إذن ستصبح القصة القصيرة ملاذ الإنسان في هذا العالم الحاضر. أمكن للخطاب القصصي في المغرب أن يرسخ حضوره الإبداعي منذ بداية الأربعينات إلى اليوم. وعلى هذا سنقسم هذه المرحلة إلى ثلاثة فترات. الحقبة الأولى هي حقبة قصصي يستمد وجوده من الأجناس التعبيرية الموجودة في التراث القديم أو ما يختفي. أما الوجود دون فراغ دون تجارب الجانب هم مجموعة 13 قصة في إهامها اللغوي تطلع ألف قصة وقصة. والزمن المر يكاد يكون قاسما مشتركا بين حكايات النصوص وعناوينها لا تخلو من أثر ذلك. الأيام الصعبة، صحراء، حنكة الشمس، فقدان، ليل مصدوم، فوضى وغيرها. الآن أعطيك كلمة من الأستاذ الدكتور السيد محمد المزي، وأذكر على أن السيد محمد المزي كذلك أستاذ كريم العالي وأستاذ الناحيد، كما أنه أستاذ في المركز الجهوي المركز التربوي الجهوي لسكان. صدر له كتاب التأويل العربية نحو نموذج تسندي فهمي النصوص والخطابات، كما له كتاب وهو تقابلات النص وبلاغة الخطاب نحو تأويل تقابلي، كما له كتاب آخر سماه تلاميذ والتلميذات. كيف أن هذا التلميذ تحول إلى كاتب؟ هذا هو الدرس المستفاد، لأن ما دمنا هنا بصدد محفل اشتغل تلاميذ فيه بكتابة القصة، فأمامنا النموذج حتى لا نبتعد. سي محمد حفيظي بدأ مثلكم تلميذا هاويا يحب القراءة ويحب المطالعة ويكتب مثل جميع التلاميذ الإنشاء. أنا غادرت المكان، غادرت بلاد درعا إلى ثانوية بن زور التي سأحدث لكم مرة أخرى عن تجربتي فيها. يحمل محفظة كبيرة ويبدو عليه الغضب، ثم جلس معي في المقعد اندهشت كثيرا إذ لا يراه غيره. أخذ مني دميتي الصغيرة فتعاركت معه، قمت بعضه في وجهه حتى نزعت منه دميتي. قال الأستاذ مستغربا: ما تفعل يا هذا؟ هذه الحركات؟ ثم قام بطردي من القسم. قلت للغريب غير المرئي: هيا نكمل معركتنا في الخارج. والتجربة الثانية قدمت لكم فيها نموذج لتستمتعوا به كما استمتعت، ولكن على أساس احتدائه، أنه بإمكان أن ننتج أشياء جميلة، أشياء في المستوى نحتفظ بها نحن، يحتفظ بها أساتذتنا وتبقى ضمن تاريخنا الإبداعي. فهاتين الرسالتين من أجلهما جئت إلى هنا. أشجع الأستاذ حفيظي أن هنا من أجل دعمه. وطبعا عندما نلتقي كل منا كان يعيش قبل اللقاء عالمه الخاص بما فيه من خير وشر، ما فيه من جمال وقبح، من عزة وإذلال، من قوة أو ضعف. ولكن عندما جمعتنا هذه اللحظة فمن أجل أن نوحد الرؤية، أن نوحد ما نحلم به من وسائل الخلاص، من وسائل التحدي، من وسائل الأمل. عندما نلتقي إذن ليس من أجل اللقاء، إننا نلتقي من أجل أن نوحد رؤية نصل بها إلى الجمال والخلاص والأمل، وأن نشعر بأن لنا كينونة وإنسانية وقدرة على العطاء والإبداع. يحسن أن يستثمر بشكل جيد لحظة لحظة، بعد سنوات ستغادرون. أنا كنت سوف أدعو حياة مسارية أو للعمل في مكان آخر، ولكن يجب أن نستطيع أن
تحية ثقافية للجميع. في البداية أتقدم بجميل الشكر لصديقي الأستاذ جمع حرباط. أشكر أيضا جميع طاقم إداري لهذه المؤسسة، مؤسسة محمد الجاجولي. أشكر المقيمين والساهرين على هذا النشاط وكافة الشركاء الذين قدموا كل الدعم المادي والمعنوي لأجل إنجاح هذا النشاط. أحيي أيضا جميع التلاميذ والتلميذات، أحيي أهل السنابخ، هؤلاء الورود الغد والمستقبل. في الحقيقة قبل أي أحضر إليه أكاد أصاب بكثير من الخوف والرهبة. هذا الإحساس الذي لا يتلاشى إلا بعد نهاية الجلسة، في هذه المرة حدث العكس، لأنني منذ البرهة الأولى وجدت نفسي بين أحبتي وإخوتي وبين قومي، أحس أنهم نفس القوم الذين كنت أعيش بينهم في زابورة. أعتقد هذا يعطيها تصنيفا فيما يخص الجودة وفيما يخص الالتزام بطريقة الكتابة القصصية الجيدة، ولكن سأحاول أن أختار أسهلها وأقصرها كي أكون خفيف الظل وكي لا أتكل كثيرا. الذاكرة إلى ذلك الزمان، يحضر بيننا الفرح الذي كان يتطاير من بين أعيننا فراشات. نستحضر مياه النهر التي لم تمل منها زلماتنا يوما، وإذا أحسسنا بالعطش نسرع إلى الماء. ونحن نشرب كنا نسمع خرير جدوله بين أحشائنا، ولا نفكر بتاتا في أي مغص أو إسهال. يقلقني يا صديقي جفاف النهر، لم تعد الصبايا تغسل الملابس على جسدي القديم كما تجرم، فلا تصدقهم انني اقف وحيدا هناك بحثا عن اشياء طائعه. تدفقت جموع من الجنون البشري على عتبة الباب الخلفي، كأنه تنين فاغر الفهو يبتلع من ضحاياه ما يكاد لا يحصي، ناقبا على الجنان سعيدا في الله من حول المرأة. ومن يدري لعله دون أولاد جلال يتلقفان ما أنزله نور من تعليم خاسر في خلق الفرنسية. أراهن أنه يشهد في تخبط الفقر، وأن منها سبب بسيط، لأن من هذه الأب بسيطة لا تسمح له بسلبية تطلبات المعيشة، في حين تهتم الأم بالعناية بالبيت إلى جانب أبوك سعيد. عندما وصل سعيد سنة دخول المدرسة كان متحمسا من أجل الدخول إلى المدرسة، لكن أبي رفض دخوله إلى المدرسة لسوء وضعه المعيشية، وكذلك ارتفاع تكاليف الدراسة مما أحزن كثيرا سعيد. وعرض عليه أبي الحلو في إحدى الضيعات في لاهية بدل الذهاب إلى المدرسة. وجدت نفسي جالسة في طفولتنا وابتكارات التي مرضت بها، حيث كان الشغف رافعا بيننا ووقتنا وتعلمنا للحياة العامة من أول الأحلام إلى آخر الأوهام. ولا أنسى Thank you.
سؤالي موجه الى الكاتبه المختاره، يعني ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر فينا لكي نصبح كتاب المستقبل، وكيف كانت تجربه طفولتك، وهل يمكن لك ان تحكي لنا بعض الشيء؟ السؤال الذي أود أن أطرحه على السيدة الكاتبة هو أنك كنت في طفولتك وجدت عملي. شكرا. أما بعد فأنا أشكر جميعا، أشكر الحضور الكريم، كما أشكر السادة الأساتذة على تنظيم هذا الملتقى الذي أفادنا جدا. أما الآن فأريد أن أطرح سؤالا على الأستاذ والكاتب أحمد فسي، في أي سن بدأت الكتابة في انتهاء حياتك هذه؟ وشكرا. بلال، بالنسبة للمداخلة الأولى وهي كيف للمرء أن يصبح كاتبا؟ عليه أن يقوم بثلاثة أشياء. أولا، وهذه الأشياء الثلاثة أنقلها إليكم كما نقلها إلي الأستاذ القاص الأب الروحي للقصة المغربية السي أحمد بوزفور، أطال الله في عمره. كنت قد طرحت عليه نفس السؤال، يعني بنفس العبارة أيضا، كيف يصبح المرء كاتبا؟ فقال لي ما سأقوله لكم: أولا القراءة، ثانيا القراءة، ثالثا القراءة. هذا لا يمكن أن يصبح الإنسان كاتبا بعنوان بائعة الخبز، رواية عالمية تجريبية، ربما شاهدتها في شريط تحولت إلى شريط سينمائي. هذه الرواية أعجبتني، هي لي في سن 13. بدوري ما دام هذا النشاط وما دامت هذه المؤسسة والمؤسسة بشكل عام إنما هي لمصلحة التلميذ. غدنا وأملنا في الحياة ومن سيخلفنا لأننا هلنا كما هو معلوم ومعروف. في الحقيقة يحاول أي إنسان كتب عليه أن يصير أستاذا كي يكلم تلامذته، سواء لأنه درس أو على الأقل أي تلميذ، فما عساه يقول. ونحن كما أشرتم في البداية نحب هذا الوطن ونسعى أن يستمر متقدما قويا راسخا يعيش في أمان بعيدا عن الفتن، كل مواطنيه سواء أمام القانون، يتمتعون بحقوق الحياة كلها. لا يسعني إلا أن أردد ما قاله الأستاذ محمد بازي والأستاذ محمد الحفيظي بأن الكتابة إنما تأتي من المعاناة، فالألم مداد القلم. وعلى هذا فهذه المناسبة الطيبة تشعرنا بمسؤوليات تجاهكم، وينبغي أيضا أن تشعركم أنكم الغد المرتقب الذي عليه أن يكون أكثر مسؤولية وأكثر حرصا وأكثر عطاء وأكثر حبا لذواتكم، وعندما تحبون ذواتكم فأكيد أنكم سوف تنجحون في حب الوطن وفي صناعة تقدمه. وشكرا. باسمي مكتبها وباسمي آبائي
أود أن أشكر جميع الحاضرين معنا، خصوصا ضيوف أنسي الذين عملوا السفر للحضور إلى معنا في هذا الجو الثقافي الأدبي الجميل. وصراحة باسم الجمعية نحن فخورون واحد يعني بالأساتذة الذين انضموا على النشاط وصاروا على إنجازه من ألف إلى ياء. صراحة أنا ما حضرتش في النشاط، يعني ما شفتش النشاط كيفاش كان، ولكن انطلاقا من الوجوه اللي كتبان لي أنا اتضح أنه النشاط كان رائع. وصراحة كنت باغي نحضر لهذا النشاط هذا، ولكن ظروف العمل بزاف. أفوس أفوس النجم والبقاء دائما حافة. الكلمة الدارجة وهي توصيلة دارجة عالية هذه الدرع خاصة الماء والتهنان والرعاية، هذه الدرع خاصة الماء والتهنان والرعاية، يا تهنين يا تهنينة هذه وصفة زيت فيها وما تطعم مطعم تقصير لتيسير مرتقى أحلى مرتقى وطني لها وتحيا مرتقى. يعني من هذه المنصة أقول لكم أن الكرة في ملعبكم. كان ملتقى ناجحا بجميع المقاييس، حضور كبير للتلاميذ، حضور مشرف للإدارة، كانت مشاركات قوية وممتعة. لقد انتعشنا بهذا الحضور، شكرا لكم، وإلى الملتقى الثاني لمحمد الجزري إن شاء الله. شكرا. شكرا لثانوية إيليا محمد الجزولي على هذه الاستضافة الطيبة، شكرا لها على هذا الاحتفال برمز القصة الجنوبية الضرعية سي محمد الحافظي. ملتقاكم كان بدرة صغيرة لكنها ستكبر بإذن الله. نتمنى أن تواصل هذه المؤسسة خطاها بتؤدى وأيضا بقوة، وأكيد إن شاء الله على أن الطاقات الحية للطاقم التدريس وأيضا للتلاميذ سوف تكون إن شاء الله مبشرة وواعدة بعطاء جميل إن شاء الله بملتقى ثاني. وتحية لكم. طبعا هذه الملتقات تشفقت الحرص والعناية ثم أيضا الإصرار، وأكيد مع الإصرار سيكون ملتقى ثاني، ونتمنى أن يكون ناجحا ونحن سندعمه طبعا من بعيد. مهم باختصار شديد جدا، أنا زعما ممتن للإخوة المنظمين وجميع الشركاء، وأنا جد فرح بتواجدي هنا بين الأهل والأحباب والأصدقاء وزنبورة وإنسي ومرامي طاقتي كيتشابهوا في كل شيء، في الملاقف في التضاريس، أيضا في العمق الإنساني والحب اللي كيمنحوه لجميع الضيوف، وفي الكرم وفي الاحتفاء. شكرا على كل هذا البدء وكل هذا الجمال.